استمرارا لانطلاق قمة أمازون لخدمة الإنترنت الأولى في الشرق الأوسط المقامة تحت رعاية سمو ولي العهد، تم تدشين سلسلة من الفعاليات التي تأتي ضمن أسبوع التكنولوجيا الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية، ويشارك في الفعاليات التي تستمر حتى 28 من سبتمبر في خليج البحرين عدة جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الحاضنة والداعمة لها في المملكة ودول المنطقة. وتم تكريم الجهات والشركات المشاركة في فعاليات أسبوع التكنولوجيا الأول الذي يهدف إلى تشجيع مبادرات الابتكار واعتماد الحلول التكنولوجية المتطورة، وذلك على هامش مبادراتها التي تعكس شراكتها المهمة في ريادة الوعي بالتطورات الكبيرة الحاصلة بتكنولوجيا المعلومات ضمن رؤية تستشرف مستقبل هذا القطاع في مملكة البحرين. وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن إنجاز مشاريع الحوسبة الحسابية وإقامة هذه الفعاليات البارزة جاء تنفيذا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، حيث أولى سموه دعما واهتماما خاصا بهذه المبادرة ضمن إطار التركيز على دور التكنولوجيا في دعم النمو، مؤكدا معالي على أن دعم سموه متواصل للجهود الرامية للنهوض بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لأهميته وحيويته باعتباره ضمن القطاعات ذات الأولوية في زيادة دورها وأسهاماتها في دعم وتعزيز هيكل الاقتصاد البحريني، وتأكيد تنوع مصادره واستمرار العمل نحو تشجيع ريادة الأعمال ودعم مجالات الإبداع والابتكار. كما نوه معالي بدور سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في الدفع نحو تأسيس شراكات قوية ومثمرة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وأضاف معالي بأن إقامة أسبوع التكنولوجيا وما تضمنه من فعاليات على مستوى كبير من المشاركة قد سلط الضوء على أهمية قطاع التكنولوجيا ودوره في المنظومة الاقتصادية. وقال السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن هذا الأسبوع يشكل فرصة لرواد الأعمال والشباب الجامعي لفهم المتغيرات والاتجاهات العالمية للتكنولوجيا الحديثة ومدى تأثيرها في خلق فرص جديدة للعمل ولرواد الأعمال، ونتطلع لرؤية كيف سيستفيد الشباب ورواد الأعمال من الفرص التي ستقدمها التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي الذي تقدمه الجهات الحكومية والجهات الخاصة. وأضاف أن زيادة الوعي بأهمية تبني التكنولوجيا المتطورة لدعم القطاعات الاقتصادية بالخصوص قطاع ريادة الأعمال من الأمور المهمة والواجب تحقيقها، حيث تأتي جهود المجلس في استضافة الفعاليات الاقتصادية كأسبوع التكنولوجيا ضمن دوره الأساسي في استقطاب وتشجيع الاستثمارات للمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل في السوق المحلي. كما تحدثت السيدة تيريزا كارلسون نائب الرئيس لخدمات الويب العالمية في القطاع العام ومسؤولة تطوير الاستراتيجية والعمليات والمبيعات والأعمال لخدمة موقع أمازون خلال الحفلة. وتتضمن الفعاليات مسابقة البحرين للمشروعات الناشئة التي تتبناها تمكين، حيث سيناقش أصحاب المشروعات الناشئة في إبراز أفكارهم الخلاقة وابتكاراتهم للفوز بالمسابقة، وسيحظى المتسابقون بفرصة الفوز بجائزة كبرى تصل قيمتها إلى 50,000 دولار أمريكي، إضافة إلى رحلة للمشاركة في قمة الإنترنت في لشبونة بالبرتغال وجائزة قدرها 20,000 دولار أمريكي للمركز الثاني، إضافة إلى جائزة قدرها 5,000 دولار أمريكي للمشروع الناشئ الفائز بتصويت الجماهير عبر وسائل الإعلام الاجتماعي. طبعا احنا سعداء اليوم باعلان البحرين مركز اقليمي لشركه امازون في منطقه الشرق الاوسط. الحوسبه السحابيه ويعني مع شركه امازون تحتاج رواد الاعمال
وانبنت يعني معظم شركات ريادة الأعمال على الحوسبة السحابية. فالهدف من هذا المعرض اليوم توعية رواد الأعمال، الشركات الصغيرة، الاستفادة اللي ممكن يحققونها والوفر وسرعة الدخول للسوق، وكيف ممكن أن الشركة تكبر وتنتقل إلى المرحلة الإقليمية والعالمية لتقديم خدماتها حتى تتوسع الشركات البحرينية وتساعد بشكل اقتصادي. مشروعنا هو تمرن عبارة عن منصة إلكترونية نساعد من خلالها الناس أنهم يحصلون ويحجزون ملاعب رياضية ومختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية في البحرين بشكل عام. يعني مثلا الناس اللي لها في الرياضة وحاب منها تحجز ملاعب أو أندية صحية أو تروح إلى طلعات إلى قطعة جرادة أو ركوب خيل أو أي شيء له علاقة بالترفيه والرياضة، ممكن أن يحصلون عن طريق موقعنا أو عن طريق تطبيقنا على الهاتف ويحجزونه بكل أريحية وبكل سهولة. طبعا احنا 1GCC منصة توطين وظائف الخليجية، احنا لقينا مشكلة عندنا في المنطقة ان احنا نخلق وظائف، يعني عدد الوظائف اللي نخلقها عدد كبير جدا، في نفس الوقت نسبة البطالة عند الشباب قاعدة ترتفع. طبعا السبب مو لأن والله شبابنا ما يقدرون او الشركات ما يبون يوظفون يعني مواطنين او خليجيين في الخليج عموما، المشكلة ان ما في مكان فعلا يلتقون فيه او منصة، ولذلك احنا سوينا 1GCC. طبعا مشاركتنا في هذا المعرض جدا مثمرة اول يوم، ولكن يعني هاي النوع من المعارض اللي تعرض المشاريع المتميزة للشباب في مجال تقنية المعلومات وفي مجال يعني الإبداع جدا مهمة، وتساعدهم ان يطلعون مشاريعهم للناس ويسمعون آراء الناس، وبالنسبة لنا هاي فرصة وتجربة حلوة.